أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: لماذا لا يقول الحنابلة بتوريث بيت مال المسلمين إذا مات من لا وارث له؟ لماذا إيه؟ أحسن الله إليكم، يقول: لماذا لا يقول الحنابلة بتوريث بيت مال المسلمين إذا مات من لا وارث له؟ ما قالوا الحنابلة هذا، الحنابلة يقولون إذا مات من لا وارث له فماله لبيت المال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.